مديرية الصحة والسكان لولاية سيدي بلعباس سجلت من تاريخ 4 مارس 2020 إلى يومنا هذا 5 حالات مشابهة فيها، أين سجلنا حالة إيجابية من ضمن هذه 5 الحالات، والمريض لا زال يوجد على مستوى مصلحة الحجر الصحي، وأؤكد أن المريض يتعافى للعلاج وحالته لا تستدعي لأي قلق. كان حالتين راهم حتى هما في على مستوى الحجر الصحي، ونحن ننتظر التحاليل الساعات القادمه باذن الله. الحاله العامه الوبائيه في ولايه بلعباس لا تستدعي لاي قلق، حيث ان مصالح الطب الوقائي لسيماب قاموا بدور جبار من حيث عمليه تحسيس جميع الناس اللي كانوا بقرب هذه الحاله التي تم التحليل ايجابيه، لاخذ الحيطه والحذر من اجل المكوث في بيوته. وطمئن جميع سكان ولايه سيدي بلعباس كانوا على مستوى مقر الولايه او خارجها، اذا شعروا باي ظاهره يتقدموا الى المصالح الصحيه المقربه من اجل القيام بالفحوصات اللازمه.